والجماعة ونحن المسلمين في إندونيسيا تجاه الشيعة والشيوعية الذين يزعزعون الأمن في هذا البلد. تجنب المسلم كل ما كان من فكر أو معتقد أو مذهب أو ديانة تصادم الدين أو تخلخل بالأمن أو تزعزع أفكار الناس وثوابتهم وأديانهم وعقائدهم، هذا من الواجبات العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يحفظ دينه إيمانه عقيدته من كل فكر أو قول أو معتقد أو مذهب يخلخل بذلك. والمذاهب كثيرة المنحرفة عن صراط الله المستقيم والعقائد أيضا، فواجب المسلم أن يكون على حذر من ذلك كله وأن يبني نفسه إيمانيا وعقديا ودينيا وخلقيا ويبتعد بنفسه وينأى بها عن كل ما يصادم دينه أو عقيدته أو يخلخل إيمانه وصلته بالله سبحانه وتعالى، سواء من العقائد التي تتعلق بأصل الإيمان.